شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين من أهالي وادي حمص بقرية صور باهر بالقدس المحتلة باحتجاج على قرارات الهدم الجماعية بالحي دعت له لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم عقب صلاة الجمعة وأمهلت السلطات الإسرائيلية الأهالي حتى الثامن عشر من الشهر المقبل لتنفيذ قرارات هدم مئة شقة سكنية في حال لم يتم هدم البيوت ذاتياً وأوضحت لجنة حي وادي حمص أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق السكان بقرارات الهدم بذريعة القرب من جدار الفصل العنصري وفقاً لقرار منع البناء علي بعد 240 متراً من الجدار لأسباب أمنية